عنده اخترق بيطلع الكره كيك اوت لياسر على الثلاثيه بياخد بلوك كده حلو 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 من ايهاب امين بيسخن بيه اول لعبه كويسه بتتلعب في احداث اللقاء. ايهاب امين بيعدي من سمعة وليا بايده الشمال الله عليك يا ايهاب محاوله اختراق لكن ستيل عمر طارق اللي نزل لايهاب امين فاست بريك ايزي ليا التقدم ما تجيش اوتسايد على عزب يلحقها عزب لايهاب امين وليا من ايهاب وادي ايهاب امين وتصويبه ثلاثيه بينجح ايهاب امين في احراز ثلاثيه اول ظهور لي في الثواني الاخيره من زمن الفتره الاولى ايهاب امين من خارج القوس ثلاثيه وادي دفاع قوي وايهاب امين وادي الانفراد بالسله واسلام دنك محمد ابو النصر لا هوائيه تروح هجمه بسبعة ارواح للاهلي وادي تصويبه ثلاثيه ينهيها ايهاب امين مسجل 8 بونتو اكبر مسجل في نادي الاتحاد بس فعلا الشوتنج مش ماشي معاه بس هو شويت كويس يعني على الناحيه الثانيه ايهاب امين ما شاء الله بيلعبوا نادي الاتحاد السكندري عمر طارق ايهاب امين من خارج القوس ثلاثيه ايهاب امين يمارس هوايته ويرتدي قفاز الاجاده نهائي دوري السوبر ايهاب امين من خارج القوس ثلاثيه ايهاب امين 30 نقطه سجلت محمد ان هم بيجوا في وقت ان انت الفرقه الثانيه بتحاول تعوض فبيلاقي لا ما شاء الله النادي الاهلي